أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. استقبال جماهيري كبير وتدافع حول إلهام الفضالة وشهاب جوهر في الرياض. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول يوثق استقبال الحاشد التي حظيت به الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر، وذلك خلال زيارتهما لمعرض العطور في العاصمة السعودية الرياض. ونشرت الفنانة إلهام الفضالة عبر حسابها بتطبيق سناب شات وأيضا إنستغرام تجمع وتزاحم المعجبون حولها، وذلك من أجل التقاط الصور وسط صيحات وهتفات الترحيب والإعجاب. وقد أثار المشهد استياء الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب التزاحم الشديد حول إلهام الفضالة وشهاب جوهر، في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة من التجمعات والزحام بسبب فيروس كورونا. وحيث جاء في التعليقات: الشيء المحزن أنه أغلب المتجمهرين والموهوسين بالسلام والتصوير مع الفنانة والفنانة هم أشخاص بالغون وراشدون، بل أن البعض منهم قد يكونوا آباء وأمهات، والله يهدي الجميع. ويذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة انفصلت منذ فترة عن زوجها خليل التميمي، وتزوجت إلهام الفضالة من شهاب جوهر، وهي الزيجة التي أثارت الجدل. وعرضت الزوجين لهجوم واسع خاصة بعد اتهامات للفضالة بتخريب بيت شهاب جوهر، بعد أن أعلن شهاب جوهر في مقطع فيديو بجوار زوجته إلهام الفضالة خاطئاً الشك باليقين ومؤكداً خبر زواجهما، قائلاً أنه لا يحب أحاديث السوشيال ميديا، ولكن الوضع جبره وجبر زوجته على الإفصاح عن خبر زواجهما لكثرة الأقاويل، مشيراً إلى أنه أحب أن يعلن خبر الزواج بالذوق والأدب وأنهما التقيا خلال إحدى الحفلات السابقة. وعلم وقتها بخبر انفصال إلهام الفضالة واتصل عليها من فوره ليتأكد من الخبر. انهالت التعليقات التي هاجمت إلهام الفضالة واتهمتها بالتسبب في انفصال شهاب جوهر عن زوجته. ومن جانب آخر، أعلنت إلهام الفضالة بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل أمينة حاف الذي شارك في سباق دراما رمضان 2021 بقوة. ولا يزال صناع المسلسل حتى الآن يعيشون نجاح الجزء الأول، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي يعيش مستخدموها الأحداث ويعيدون نشر مواقع الفيديو والصور. كان مسلسل أمينة حاف من مسلسلات رمضان 2021 التي نافست بقوة في السباق الرمضاني في إطار الدرامي كوميدي. يذكر أن إلهام الفضالة وشهاب جوهر يلتقيان مجددا في مسلسل من بعد الطوفان بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في أمينة حاف. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.